للمزيد معنا أريج محمد في موسكو والتفاصيل الأخرى معك أريج، تفضلي. نعم فضيلة، دعينا نبدأ إذن بتصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الذي جاءت تصريحاته بالتزامن وبالتوازي مع ما قاله وزير الدفاع سيرجي شايغو، حيث تحدث عن أن زيادة تعداد القوات المسلحة الروسية تربطه موسكو بالتحديات الجديدة في جوارها وبالقرب منها، ولا سيما التحركات الغربية صوب أوكرانيا، أسماها بالحرب بالوكالة بيسكوف، وقال أن هذه الحرب تشن ضد روسيا مختلف الأساليب والطرق، بينها الأساليب العسكرية وبينها الأساليب الاقتصادية والمالية، أيضا وصولا إلى الحرب الإلكترونية أو السيبرانية والقضائية حتى، ذكرها أيضا في معرض هذه التصريحات، وهو ما يستدعي من الجانب الروسي التحرك وعدم طبعا الاستكانة في ظل كل هذه التحديات. وربطت زيادة أو القرار الروسي، القرار العائد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة تعداد القوات الروسية إلى 1.5 مليون شخص طبعا بهذه التحديات. وزير الدفاع الروسي وبعد تفقده صباح اليوم أيضا مقر العمليات الخاصة فاستوك أو الشرق باللغة العربية، وذلك للوقوف على سير العمليات العسكرية القتالية في أوكرانيا طبعا، أيضا وبعد اجتماع خاص بهذا القرار الخاص بزيادة تعداد القوات الروسية، أيضا تحدث عن أهميته، تحدث عن أن الجانب الروسي سينشئ فيلقا في غرب البلاد، وذلك في ظل تنامي هذه التحديات التي تحدث عنها الجانب الروسي، أيضا في ظل كل ذلك أيضا سيقوم بإعادة تنظيم 7 ألوية في القسم الغربي والشرقي والأوسط أو المناطق العسكرية الغربية والشرقية والوسطى من البلاد، بإشراك أيضا الأسطول البحر الشمالي، بما من شأنه أن يزيد المكون القتالي لما كنت قد ذكرتيه للقوات البرية والجوية والصواريخ الاستراتيجية الروسية. كل ذلك طبعا يتجه الجيش الروسي لتنفيذه بين العام الحالي ووصولا إلى عام 2026، وذلك طبعا نعم من خلال إجراءات إضافية خاصة كما تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيقوم بها. نعم. نوابه في وزارة الدفاع الروسية وأيضا قادة الجيش الروسي الموزعين على المناطق العسكرية الروسية. شكرا أريج محمد في موسكو.